لو قلت لك دلوقتي ان في سنة 2022 في مكان ممنوع دخول النساء فيه بتاتا مش هتصدقني. لا وكمان اللي تدخله تعاقب بالسجن لمدة تتراوح ما بين سنة او اتنين، والمكان ده مش في منطقة او بلد من اللي بيتقال عليهم عالم تالت او من اللي الغرب شايفهم متشددين، لا المكان ده في الاتحاد الاوروبي ذات نفسه، ومساحته مش صغيرة، لا ده مساحته 390 كيلو متر مربع قد مساحة باريس عاصمة فرنسا 3 مرات تقريبا. We're going to take you to a place outside our world. It's not Mars or Venus, but it might as well be. اهلا بيكم في جمهورية جبل آثوس الرهبانية. وعشان نفهم الموضوع ده فاحنا محتاجين نرجع بالزمن شوية كده. كلنا عارفين ان الامبراطورية الرومانية زمان كانت قوية وكبيرة جدا ومسيطرة على بقعة كبيرة جدا من الاراضي من الدول الموجودة بالشكل الحالي زي فرنسا، اسبانيا، ايطاليا، اليونان، تركيا، الشام ومصر وشمال افريقيا. بس دوام الحال من المحال. ضعفت الامبراطورية الرومانية وتقسمت لقسمين، امبراطورية رومانية شرقية وامبراطورية رومانية غربية، والديانة المسيحية تقسمت معها، هنا مسيحية ارثوذكسية وهنا مسيحية كاثوليكية. نرمي بقى الامبراطورية الرومانية الغربية دي على جنب علشان خلاص خلصنا منها مش عايزينها تاني. الامبراطورية الرومانية الشرقية كانت معروفة بالدولة البيزنطية، وهي كانت حامية حمى الكنيسة الارثوذكسية، والديانة المسيحية وقتها كانت قوية جدا وبيتم الحكم بيها واتباع شعائرها في اوروبا غير دلوقتي. اوروبا بقت علمانية وتقريبا اغلبها ملحد. كان في اعتقاد وقتها ان المنطقة دي جبل اثيوس ملك الستنة مريم عليها السلام، وفي اعتقادهم ان مفيش اي امرأة تانية ينفع تدخل المكان ده غيرها. عشان كده الامبراطور البيزنطي وقتها اعطى شبه الجزيرة دي حكم ذاتي بواسطة الرهبان والقساوسة اللي عايشين فيها، وتم منع دخول النساء تماما في المنطقة دي لسبب انهم في معتقداتهم انها ملك الستينة مريم ما ينفعش ستات تانية يدخلوها، والسبب التاني هو عشان النساء ما يلهوش القساوسة والرهبان عن التعبد والرهبانية اللي هم فيها دي. ولحد دلوقتي وبعد اكتر من 1000 سنة لكن مازال كما هو، وبيتكون جبل آثوس من اديرة وبيوت للرهبان دول عشان يقعدوا فيها، وعندهم اكتفاء ذاتي بيزرعوا وياكلوا من زرعهم. الدكتور اللي هناك اصلا راهب، الحداد اللي هناك برضو راهب، بخياطه الهدوم بتاعتهم بنفسهم، عايشين معزولين تماما عن العالم الخارجي، مفيش لا تلفزيون ولا راديو ولا انترنت. التوقيت بتاعهم هو التوقيت البيزنطي، واليوم عندهم بيبدا من غروب الشمس مش من الساعه 12 بالليل. بمناسبه موضوع ممنوع دخول النساء ده، انا غلطت، انا اسف، انا كان قصدي ممنوع دخول الاناث مش النساء، الإناث من أي نوع مش بس البني آدمين، حتى من الحيوانات كمان، ممنوع دخول الحيوانات كلها ما عدا القطط، عشان أنتم عارفين عدد الفئران ممكن يزيد في المنطقة والدنيا تخرب على القساوسة هناك، بدل ما النساء تلهيهم، الفئران هي اللي هتلهيهم، وده معناه إن البيض ومنتجات الألبان لازم تيجي من بره جبل آثوس ومستوردة من أماكن أخرى في اليونان. جبل آثوس الآن جزء من دولة اليونان، ولكن له حكم ذاتي وله قوانين خاصة، زي ما هو من أيام الإمبراطورية البيزنطي. حتى اقول لكم على حاجة اغرب، جبل آثوس ما بيرفعوش علم اليونان هناك، وانما بيرفعوا علم الدولة البيزنطية اللي هي الدولة الرومانية الشرقية اللي كانت بتحكمها المسيحية الارثوذكسية اللي انا لسه قايل لكم عليها دي. يعني الناس اللي هناك دول عايشين لسه من 1000 سنة فاتوا. ولو فتحت نسختك الشخصية من دستور اليونان وقريتها هتلاقي في الجزء الثالث سكشن اي الفصل الثالث المادة 106، هتلاقي ان حكومة اليونان محددة ان شبه الجزيرة دي تحكم نفسها بنفسها وتضع قوانينها الخاصة. ولو فعلا بصيت على دستور اليونان زي ما قلت لك هتكتشف ان هي المادة 105 مش المادة 106. ما ينفعش برضه تثق في اي حد كده يقول لك معلومات عن دستور اليونان. يعني اليونان سنة 1992 اما جت تنضم للاتحاد الاوروبي، ده معناه حرية السفر لليونانيين في باقي دول الاتحاد الاوروبي، وبرضه حرية مواطني الدول التانية للسفر بحرية في اراضي اليونان. الاتحاد الاوروبي عمل استثناء وقتها لشبه الجزيره دي اللي هي جمهوريه جبل آثوس الرهبانيه، لكن ده ما منعش الاتحاد الاوروبي انه يعترض على الموضوع ده بعد كده. في سنه 2001 البرلمان الاوروبي طلب من اليونان ومن جبل آثوس انهم يرفعوا الحظر اللي معمول على النساء ده، يعني حقوق انسان وحريه تنقل والكلام ده، لكنهم ردوا بالرفض، ده مكان مقدس وما ينفعش النسوان تيجي تدنسه. والحال ما زال كما هو عليه لحد دلوقتي. من المفارقات المضحكه بقى ان اليونان والشخص اللي فاز برئاسة اليونان هي الست دي، كاتريني ساكليروبول، ما علينا. يعني الست دي رئيسة اليونان بنفسها ما تقدرش تزور شبه جزيرة جبل آثوس اللي هي أصلا من اليونان بناء على قوانين ودستور اليونان. سبحان الله،
العالم بتاعنا ده اللي يدور فيه لقى حاجات غريبة وعجيبة ومريبة. وبدل ما تدور بقى اشترك في القناة وادخل شوف فيديوهات القديمة واتفرج وانت قاعد في بيتك كده برنس. بس يا سيدي، وهي دي كانت حكاية النهاردة من عم طارق، واشوفكم ان شاء الله الجمعة الجاية في حكاوي وفيديوهات جديدة. مع السلامة.